مال وصباح السعادة على حضراتكم. دلوقتي معانا فقرة جديدة ومختلفة من برنامجكم صباح البلد على شاشتكم صدى البلد. الحقيقة النهاردة احنا عايزين نتكلم عن فقرة مختلفة شوية ونبين فيها قد ايه الست المصرية دايما بتثبت ان هي مختلفة، ودايما بتثبت ان هي بميت راجل، ودايما لما نيجي نتكلم عن الست المصرية تلاقيها واقفة في ظهر جوزها وعايزة تعمل كل حاجة ممكنة عشان تساعده. عايزة اقول لحضراتكم ان دايما الست المصرية بتلاقيها زي ما الراجل بيكون معاها بتعيش، بتحاول طول الوقت توفر وتعمل كل حاجة في طاقتها علشان تخلي البيت المصري دايما سعيد وناجح. النهاردة بقى معانا مثال حي للقصة دي، معانا مثال للمرأة المصرية اللي وقفت جنب جوزها واشتغلت معاه في النقاشة والنجارة علشان تساعده وعلشان تقف معاه كتف بكتف وتقدر تبني كده بيتها واحدة واحدة ويواجهوا مع بعض الحياة. نقدر نقول انها قصة تعاون، نقدر نقول انها قصة حب، نقدر نقول انها قصة نستمد منها كلنا كده ازاي الست المصرية دايما بتكون جدعة زي ما كل الناس بتقول. عشان كده النهاردة معانا نرمين ناجح وعاطف جوزها، هنشوف بيعملوا ايه وبيشتغلوا مع بعض ازاي، وازاي الست دي قدرت تدخل العالم اللي نقدر نقول اغلبه رجال فقط، ولكن قدرت تثبت نفسها وتشتغل الشغلانة الصعبة دي مع جوزها. فخلينا نشوف مع بعض ونكمل بقى فقرة. خلينا بقى كده في البداية نصبح على نرمين ونقول لها صباح الفل. صباح الورد. طبعا يا نرمين، يعني انا مبسوطة بيكي قوي، واكيد كل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي مبسوطة ان في ست مصرية قررت انها تقتحم عالم الرجال وتخش بقلب جامد كده وتثبت نفسها. فخليني بقى اسألك، منين جات لك فكرة ان انت تنزلي العالم ده، تقرري ان انت تبقي في النقاشة وفي النجارة، حاجات بتاعت رجالة؟ بس هي الفكرة مش فكرة ان ده شغل رجالة وده شغل حريمي، ما فيش حاجة اسمها ده شغل للرجالة وده شغل للحريم. في الست تقدر تشتغل كل حاجة بس بتبخ، ما انا ضد فكرة ان ده شغل للرجالة بس وده ضد يعني ده شغل حريم. بس في ناس هتقولك في شغلانة بتبقى صعبة تنفع للرجالة اكتر من الستات. في كتير، في ناس بتقول كتير، وكان في تناقضات كتيره، بس انا مش باصه للتناقضات، انا باصه ان ده شغل انا بحبه ومرتاحه فيه وببدع فيه. حبيتيه امتى؟ من وانا مخطوبه، يعني من 19 سنه. بقالك 19 سنه؟ من وانا 19 سنه كنت بقعد مع عاطف في الورشه وانا مخطوبه، كنت حابه فكره الشغل بتاع الدهانات جدا، ان حاجه ملهاش قيمه وهو بيعمل لها قيمه. فمن هنا جات لي الفكره ان انا حابه الشغل، مش ان انا هشتغل. جه بعد الفرح ب 15 يوم بس، انا وانا قاعده مع عاطف عيني كانت بتلقط الشغل هو شغال ازاي. كان في صالون وقلت له هاتوا عندي الشقه طالما انت مش عايز توديه الورشه، وفعلا جابوا الشقه، نزل الشغل جال اني عامله فيه حاجات. فانا رد فعله ايه بقى؟ كان مبسوط بيا، يعني شاطره. طب انت، قلت له انا عيني جابت الشغل وانت شغال معايا، يعني انا كنت فرحانه بالشغل. والزبون عجبه، يعني الطقم كان طالع حلو جدا والزبون عجبه الطقم جدا، اداله مبلغ مادي زياده عن المتفق عليه، فده اداني دفعه بصراحه ان انا اشتغل. احساسك ان انت ممكن تعملي حاجه مختلفه والشغل بيطلع فعلا كويس؟ اكيد اكيد. دي كانت اول مره تعملي فيها صالون؟ طيب من 19 سنه كانت اول مره تعملي صالون. بدأتي تنزلي بقى امتى الوقت؟ بدأت انزل لما عاطف يتزنق في صنايعي جامد، ما كنتش دايما في الورشة. عاطف كان يتزنق في صنايعي يقول لي البسي هدوم الشغل اكني انا رايحة دريم بارك، يعني لا يعني بحب الشغل. جه بعد فترة خلاص الناس ابتدت تطلبني، ابتديت ان انا اطلع لان انا غاوية دهانات وكنت بعمل النقاشة دايما في البيت، فتملي غاوية الدهان، بعمل نقاشات دايما بقى عند الجيران وعند هنا وهنا وهنا، فابتدت الناس تطلبني نقاشة وديكورات بالاسم. طيب خلينا نقول دلوقتي، يعني انت قررتي تقتحمي العالم اللي غصب عني وعنك اغلبه رجالة ما فيهاش كلام، واجهتي بقى شوية من الانتقادات، واجهتي شوية منافسة من الناس اللي معاكي، لان اكيد في ناس حواليكوا برضو بيشتغلوا الشغلانة دي ورجالة،
حد ضايقك، حد قالك حاجة، ايه اللي حصل؟ كان في ناس، يعني انا اول كانت شغلانة كبيرة ليا كانت فيلا، الفيلا دي كان فيها صناعية كتيرة جدا، كان في تناقضات من الصناعية بس مش في مجالي، يعني كانت صناعية كهربائية وسباكين وكده. روحي يا ماما اعملي اكل لعيالك، انتوا هتسيبوا لنا ايه تاني؟ ما كنتش برد عليهم، بس لما شافوا الشغل وشافوا جمال الشغل ونظافة الشغل، يعني الله ينور يا اسطى اعمل لك شاي، يعني خلاص ابتدى ان انا اقتنعوا خلاص.